طب تحب اعمل لك حاجه مخصوصه؟ لا خالص خالص. راجي بيبي بلغ حضرتك ان دكتور المعمل وصل. خليك يا حبيبي كمل اكلك، انا هقول لهم يستنوا شويه. انا في حاجه مهمه عايزه اقولها لك قبل ما يجوا. انا عارفه ان انت اللي انقذتني يوم ما عربيتي وقفت، عشان كده انا عايزه اساعدك. امشي من هنا قبل استنى ما استنى شويه يا راجل، الدنيا ما طرتش. معلش يا حبيبتي دي حاجه ضروريه ما تتاجلش. سياده اللواء فريد واحد من ضباط امن الدوله الكبار السابقين ودلوقتي مدير امن شركتي. تشرفنا. دكتور المعمل وصل. لو انت مش متاكد ان انت علي خدها من قصرها وامشي، لان قسما بالله لو نتيجه المعمل طلعت وما طلعتش هو همسحك من على وش الدنيا. ممكن تفضلي انت راجل. لا انا مش عايزه تحليل تاني، انا متاكده انه علي. اهدي يا مامي، ده اجراء ضروري عشان نطمن كلنا. هو التحليل ده ياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ زي كل مره يا الهام. لا يا راجل انا عايز اعرف نتيجته بسرعه، مش هقدر استنى اكتر من كده. الموضوع مش فيه ده مدام الهام، انا هكلم الدكتور محمد صاحب المعمل وهو هيشوف. يا بابا ده مش تقول لي ان العرض بدا عشان اجي اتفرج؟ مروان تعال. في ايه؟ حاول تعقل كده وتهدى اليومين دول على الاقل لحد ما نتيجه التحليل تبان. وخلاص لو ما طلعش علي فريد اتصرف معاه. سلام. انا بقى يا راجل. ماشي سلامه كمان. شكرا يا دكتور. هو مش حضرتك ليك رجالتك في الامن الوطني؟ طبعا. طب ما تخليهم يجوا يقبضوا على الواد النصاب ده ويخليه يعترف. ما تقلقش، حكايه ابسط من كده بكتير، مساله وقت بس. احنا محتاجين في الوقت ده هدوء وسيطره على اعصابنا. احنا محتاجين حراسه على البيت تحمينا. تلاش مش هيقدر يعمل حاجه. ايه الثقه دي؟ الواد اللي جوه ده ممكن يسرقنا او يقتلنا او اي حاجه. بلاش بقى الافكار السوداء دي يا مروان، حاول تعقل شويه بقى. انا ماشي. مدام الهام، انا شايف لحد ما نتيجه التحليل تطلع انه ما يفضلش هنا، ممكن يجي يقعد عندي في البيت. علي مش هيخرج من البيت، انا مش هسيبه تاني. طب انا استأذن بقى. انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا بتجرحوه بكلامكم ده؟ احنا كده بنخوله رسمي. مامي ما تبقيش حساسه كده عن اللزوم. مدام الهام، انا كل اللي يهمني امنكم وسلامتكم، وبعدين احنا لسه مش متاكدين اذا كان علي فعلا ولا لا. انا متاكده هو علي، انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ الهام، كل اللي يقصده فريد ان احنا نكون في امان. انا كنت عايز ابقى معاكي بس لازم اروح الشركه. هتكوني كويسه؟ اطمن، طول ما علي في حضني انا كويسه. طب يلا. فايزة. طب اسمعني، مش عايزك تحتك بيه خالص. نفذ كل اللي يطلبه منك. ماشي، ما تخليهوش يتلكك لك يوه. خلي بالك من نفسك. طب سلام دلوقتي، هكلمك بعدين. ممكن ادخل؟ طبعا يا ماما. ميرسي. الله يصحى. بتدخن كتير مش حلو عشان صحتك، انت لسه صغير. غصب عني والله، اعمل ايه؟ ربنا يتوب عليك منها. انت ما نمتش على السرير؟ اه الستاري قوي، انا متعود على نوم المرتبه الناشفه.
في حاجة حضرتك عايزة تقوليها لي؟ طب اطلع لغاية ما تخلص تنظيف؟ لا يا ابني خليك زي ما انت، انت زي ولادي. هو انا الحقيقة كنت عايزة اكلمك في كلمتين بس، مش عايزك تاخد على خاطرك مني. اه طبعا اتفضلي. ست الهام دي غلبانة قوي، شفت ايام صعبة في حياتها، مش حمل صدمة جديدة. انا عارف، بس انا مش عايز حضرتك تقلقي من اي حاجة، عشان انا عمري ما اكون سبب في اي اذية ليها، دي امي. طمنتني يا ابني، لو عوزت حاجة قول يا فوز. انا مش عارف اقدر استحمل الكام شهر دول من غير ما اشوفكوا ولا لا. وحشتيني يا اليس. ميتو داد. انا هحاول افضي نفسي اسبوع واجي لكم. ايوه يا ريت تعمل كده. طب احنا نازلين دلوقتي، اول ما ارجع هكلمك تاني. اوكي يلا باي. باي علياء. باي اليس. باي داد، سي يو. اهلا 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 يا عم، البيت نور. نور نور ايه؟ بتضحك على نفسك؟ ما نظلم اهو. سعد مراتك وبنتك ما سابوك وسافروا والبيت ضلمه. اعمل ايه بس يا عمي؟ علياء مش عايزه تعيش هنا في مصر، وشايفه ان ده افضل ليها ولاليس. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه مراتك وبنتك يروحوا يعيشوا بعيد عنك، وانت بقى كده كل سنه تروح تقعد معاهم شهرين وترجع؟ تتبقى عيشة ايه دي؟ والله يا عم انا كل ما افكر اقفل المكتب وابيع كل حاجه واروح اعيش معاهم هناك، ارجع اقول لنفسي انت هتقعد هناك تعمل ايه؟ انا مش واخد على قعده يا عم. الله يكون في عونك. ما علينا، تشرب ايه؟ ولا نتغدى سوا؟ لا 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 لا، انا سبقتك، اقعد عشان انا عايزك في حاجه مهمه قوي. خير يا عمي؟ الشاب اللي انت جبته للهام ده، انت متأكد ان ده هيبقى علي ابننا الحقيقي؟ انا اصلي بصراحة خايف لا يطلع زي كل مرة. هي الشواهد كلها بتقول ان هو علي، يعني نفس سنه تقريبا شبهه، ومع السلسلة اللي كانت في رقبة علي يوم ما اتخطف. طبعا اللي هيأكد لنا ده 100% نتيجة التحليل. طب ولحد ما تظهر نتيجة التحليل هنسيبه عايش كده في البيت مع إلهام ولينا؟ طب افرض انه طلع مش عالي، مش جايز يعمل فيهم حاجة وحشة؟ أنا معاك يا عمي، أنا كنت مستعد إن أنا أعيشه معايا هنا، بس أنت شايف إلهام ماسكة فيه قوي. أنا كل اللي قدرت أعمله إن أنا كشفت على صحيفة سوابقه من خلال بطاقته اللي إداها لي، والحمد لله طلع معلهوش ولا سابقة. لا أنا الوضع ده مش عاجبني، أنا بتالي أروح أقعد معاهم، ولو إني بصراحة أنا ما برتاحش إلا ببيتنا. ما تقلقش يا عمي، هم هناك مش لوحدهم، يعني عندهم كام شغالة وحارس، وفريد كمان هددوا قدامي، يعني خاف يعمل أي حاجة. ربنا يستر. ما تتحركش، استنى 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 استنى. انت كويس؟ طب رد عليا، حاسس بايه؟ اخدك المستشفى؟ كويس. انا اسف جدا، انا حاولت اتفاداك بس انت كنت طاير بالموتوسيكل. انا مش عاوزك تقلق خالص، انا مستعد اتكفل كل التصليح بتاع الموتوسيكل. لا لا مفيش حاجه، دي اقل حاجه اقدر اعملها. مفيش حاجه خلاص، انا مصمم. استنى ده الكارت بتاعي،
انت متاكد انك كويس مش محتاج حاجه؟ لا تمام. اوصلك في حته؟ لا لا تمام تمام. طيب انا اسف. دي اوضتك لحد ما كان عندك 4 سنين. انت صحيح كنت بتتسحب كل ليله عشان تيجي تنام في حضني، بس دي الاوضه اللي انت كنت بتقضي فيها اغلب وقتك. انا حاولت اسيبها لك زي ما انت كنت سايبها بالظبط. فاكر يا علي الرسمه دي؟ فاكر لما كنت بترسمها وانا كل شويه اجي احاول اشوفك بترسم ايه تخبيها مني؟ كنت عايز تعملها لي مفاجاه، وفعلا انا وراجل لما شفناها اتفاجئنا ان انت رسمنا كده. فاكر؟ لا الحقيقه مش فاكرها. ايه ده؟ ده اسمه دوبي صح؟ صح. يبقى ابتديت تفتكر. بقى سايب ابنك اللي كان هيموت من شويه في حادثه على الطريق، وعدالي مع النصاب ده ماسكين لي صور ودباديب. مروان معلش دقيقه وراجعلك، خليك في الاوضه يمكن تفتكر حاجه. مروان يا نهار ابيض، انا لازم اطلب لك الدكتور، دي جامده قوي. سيبيني لوحدي. اسيبك ازاي يا حبيبي؟ انا عايزه اطمن عليك. لا ما تشغليش بالك خالص، ما تعطليش نفسك، روحي له. يلا روحي. هو انت بتكلمني كده ليه؟ انت مش واخد بالك ان طريقتك في الكلام معايا بقت وحشه قوي؟ ده حقيقي، احب اشكرك لان الفضل ده يرجع لك. ممكن تتفضلي بقى عشان اكمل لبس؟ فايزة، امال الهام فين؟ مدام الهام فوق عندها. لا 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 تعالي تعالي، خدي انتي دخلي الكوكيز دي المطبخ وانا هطلع لها فوق. مرموري ازيك؟ ازيك؟ مالك يا حبيبي شكلك مش مبسوط؟ لا مفيش، مستعجل شوية. طب الهام في اوضتها؟ لا هي دلوقتي عندها زيارة لمقام سيدي علي. ايه ده؟ انا متأكدة ان انت اول بس ما تعرفه كويس مش بس هتعذره، انت كمان هتحبه قوي. مروان ابني طيب وحنين وابن حلال. يا لومي انتي في. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نانسي صاحبتي وجارتي. تشرفنا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه مش هتعرفينا ولا ايه؟ قريبي. لا والله. من فرع ماما، اصل انا ليا بنت خاله ما كنتش حكيت لك عليها قبل كده، ده ابنها هو جاي يقعد معانا يومين ثلاثه. لا طبعا ينور ويشرف، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بس انا عاجبني قوي فرع ماما ده اللي ما نعرفش منه حد باسماء خالص. هو اصله جاي من سفر وتعبان وعايز يرتاح، فانا هقعد معاه شويه وبعدين اعدي عليكي نتكلم. ليه هو في ايه؟ لا مفيش حاجه خالص، انت بس روحي وبعدين نتكلم براحتنا. طيب اوكي انا اوريدي هروح عشان ما اتاخرش على تميم. انا بس كنت عامله كوكيز فقلت اجيب لك منها شويه، ابقي ذوقيها هتعجبك قوي. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايدك. يلا باي باي. ايه سرحانه في ايه؟ اكيد فيا صح؟ على فكرة أنا أكتر واحد نفسه نتيجة الدي إن إيه تطلع بوزيتيف. ليه يعني؟ يعني عشان الأمور تستقر وتهدى كده عندكم في البيت وتفوقي لي بقى وتركزي معايا شوية. وتفتكر حتى لو طلع علي الأمور هتستقر؟
وكل حاجة هترجع كويسة زي الأول؟ يعني حتى لو ده ما حصلش، ما انت برضو أكيد هيجي عليك يوم وتسيب البيت وتبدأي حياة جديدة مع الشخص المناسب. ويبقى مين بقى الشخص المناسب ده؟ لا، الشخص ده يبقى واحد معجب بيكي بقاله فترة كبيرة، وانت مجنناه بصراحة. ساعات بيحس ان انت قريبة منه جدا، وساعات بيحس ان انت قصدة تبعدي عنك. مش يمكن لسه ما حددتش طبيعة مشاعري؟ اه طبعا. متى هو مش هيقس يعني، هيفضل وراكي وراكي. هتروحي منه فين؟ انا متأخرة قوي، لازم اقوم الحق كلاس الزومبا بتاعي. زومبا ايه النهارده لينا؟ يعني لازم تروحي؟ ايوه لازم اروح، ما ينفعش انفض خالص. هبقى اكلمك. باي باي. بس انتي بقيتي هايلة بجد جدا، ما بتفكريش تدربي زومبا؟ مش عارفة هو ينفع. بصي الموضوع سهل جدا، بتاخدي كورس وبعديها بتبقي زومبا انستراكتور. موضوع سهل، بس ده لو انتي انترستد اصلا. انترستد بس هفكر. اه بليز فكري. اوكي يلا يا بنات نرجع. كنت بحب العلام، مكنتش فالح فيه قوي يعني، بس ما كنتش احب اغيب عن المدرسة خالص. كنت يا دوب اخلص المدرسة من هنا واطلع الشغل من هنا، وادوب اروح الحق لي اذاكر كلمتين كده عشان ما اسقطش واخد السنه في سنتين. اما الله يرحمها بقى هي اللي كنت بعين معاها الفلوس طبعا من ورا ابويا عشان اعرف اروح المدرسه وادفع المجموع. يا حبيبي يا علي، انت شفت ايام وحشه قوي. ما كانش قدامي حل تاني يعني، بس الحمد لله خلصت ومعايا شهاده. انت متخرج من كليه ايه يا علي؟ من كليه التجاره بس مقبول. الشغل كان بيعطلني على المذاكرة وكده. عمر الشغل ما كان عيب يا ابني، وأنا قدامك أهو. أنا اشتغلت في أرض أبويا وأنا عمري 8 سنين. أول زرعة زرعتها كان زرعة الطماطم، فضلت أرويها وأراعيها يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع لحد ما طرحت. يوم ما جمعت الطرح كان أسهل يوم في حياتي، يوم عمري ما نسيته. وظهرت الأيام وتخرجت من الجامعة وفتحت الشركة بتاعتي، الحمد لله نجحت. ومن نجاح لنجاح، لقيت في يوم بسأل نفسي، يا ترى يا محمود إيه النجاح اللي خلاك تفرح فرحة كبير قوي؟ لقيتني بقول زرعت الطماطم. وحضرتك بقى لسه مهتم بالزراعة وكده؟ بس من بعيد لبعيد. أنا أصلي طلعت نفسي معاش، البركة بقى في راجي هو اللي ماسك الشركة دلوقتي ومسؤول عنها، ولينا حبيبتي بتساعده. بس برضه من وقت للتاني كده أزرع عود فل، عود ياسمين، شجرة جنينة الفيلا بتاعتي. إنما بقى على طول بساعد إلهام في المشروع بتاعها. أنا لازم أخدك الجاردن سنتر، هتتبسط قوي. إن شاء الله. وأنا مستعد أعلمك إزاي تزرع شتلة وتفضل تراعيها لحد ما تبقى شجرة. أي والله، تصبحوا على خير. يلا بينا. هاي جدو. أهلاً بالبنت الوحشة اللي ما بتسألش على جدها ولا بتعدي عليه. معلش يا جدو بقى أعمل إيه؟ أنا وحشة أنا عارفة. بس انت خلاص ما بقتش تيجي الشركه خالص. يعني هي مستنيه الشركه وخلاص؟ اذا كنت انا ساكن في نفس الشارع اللي انتوا فيه. معلش يا جدو ما تزعلش انا وحشه. اه والله بنتي عكروطه. يلا هاتي كمان بوسه. وتاني يوم مشي الشبل في الغابه رافع راسه. عارف يعني ايه شبل؟ اسد صغير. برافو عليك. وقرب منه صاحبه الارنب وقال له انت مش هتلعب معانا؟ انا بعرف ارسم ارنب وشبل وكل الحاجات دي إلا بني أدمين. طب أنا بعرف أرسم بني أدمين، إيه رأيك تديني فرصة أنا أعلمك؟ أوكي اتفقنا. بقولك أول ما شافتني كأنها شافت عفريت قدامها، ما بقتش عارفة تقول كلمتين على بعض. يمكن عايزة تقعد مع قريبها ده لوحدهم. أنت عايز تجنني يا هشام؟ قريبها مين ده اللي هتقعد معاه؟ أنا وإلهام بقالنا أكتر من 20 سنة صحاب، عمري ما شفت الشاب ده عندهم.
وبعدين انا هفرض معاك ان هي ما بتكدبش عليا. ايه اللي مقعده في اوضه علي ده المكان الوحيد اللي هي ما بتسمحش لحد يدخله او يحط رجله فيه. ده حتى الشغاله وهي بتنظفه بتقف على دماغها عشان ما تكسرش حاجه او تنقل مكانها. تميم خلاص نام، انا ماشيه. مع السلامه، ما تتاخريش بكره. حاضر. مع السلامه يا ليلى. بقول لك ايه، كلم راجي اعرف منه قدامي. بكره كده في وسط الكلام هبساله، بس ما ينفعش اكلمه واساله خبط لازق، شكلها هيبقى وحش قوي يا نانسي. لا ولا وحش ولا حاجه، خد بس انت وكلمه دلوقتي. يلا. ما بيردش. هو ايه اللي ما بيردش؟ انا كده مش هيجيلي نوم للصبح. خلاص يا حبيبتي خليكي صاحية، انا طالع انام. ايه ده؟ ايه ده؟ أنا آسفة إني صحيتك. لا لا خالص، مفيش أي حاجة، مش متضايق خالص. طيب أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع ضروري، ومش عارفة أتكلم معاك قدامهم، يعني قدام مامي كلهم. أديكي شايف هنا محبوس إزاي؟ حديد من هنا والباب مقفول من هنا. ما أنا عارفة. بعد الفطار هتستأذن من مامي وتقابلنا عند أول طريق. اتفقنا؟ اتفقنا. مروان انا اخر كلاس عندي يخلص الساعه 2، انت تخلص امتى عشان اروح معاك؟ لا ما هو انت هتروحي لوحدك بقى، عشان المفروض اقابل نص صحابي بعد ما اخلص. طيب ماشي، انا ممكن اجي معاك وبعد كده انت تبقى تروحي. مش هينفع، خدي اوبر او كريم او خلي اي واحد صاحبتك توصلك، وبعدين ما انت عارفه ان الموتوسيكل بتاعي في التوكيل. اوكي. الرحمه يا مروان مش كده؟ ليه يا ابني ده؟ لؤي عنده حق، ما هو يا ترحمنا يا تخلي اروى تظبطنا مع حد من اصحابها. وبعدين انتوا جيران يعني، وبتوصلها كل يوم وبتيجي حضنك طول الطريق. ما تلم نفسك يالا انت، هو في ايه؟ عاش دعوه باروى، وبعدين عايزين انت يسطو على الصبح يسطو على حد غيري. أنا طلبت نبقى لوحدنا عشان عايزة أتكلم معاك بمنتهى الصراحة. أنا مش من الناس اللي بتصدق في الصدف، عشان كده عمري ما هصدق إن عربيتي تعطل ولاقيك أنت فجأة ظهرت لي وقررت تساعدني، وبعديها بحوالي أسبوع ألاقيك بتخبط على باب بيتنا. هاي يا جماعة أنا ابنكم اللي بتدوروا عليه. صراحة عندك حق، بس أنا أسمع إن التوائم بيحسوا ببعض، وأنا إن ساعتها ممكن أبقى حسيت إن أنت في خطر فجيت لك وأنقذتك. اه قانون الجذب شدك للمكان اللي انا فيه صح؟ اه. بص الكلام اللي انت بتقوله ده كلام افلام، وافلام هندي كمان، وكمان احنا ولا تربينا مع بعض ولا احنا توأم متطابق عشان يبقى في ما بيننا حوار الاحساس اللي انت بتقول عليه ده. انا عايزه اقول لك وبصراحه ان كذبتك دي مش هتكمل يومين ثلاثه، هتتكشف قريب. واوعى تفتكر ان تهديد انكل فريد ليك ده تهديد وخلاص، انت مش عارف هو ممكن يعمل فيك ايه، ده ممكن ينفيك. أنا بدي لك فرصة إنك لو عايز تمشي اتفضل، أنا بحاول أرد لك الجميل، أنا عايز أنقذك من اللي مستنيك. شكرا.
ازيك يا ليلى؟ بتقري ايه؟ ده كتاب في علم نفس الاطفال. ده بقى من الحاجات اللي بتاخديها عندك في الكليه؟ لا انا جايباه عشان تميم. ماله تميم؟ عايزه الاقي طريقه افهمه بيها اكتر، وعايزه اعرف ازاي اقدر احوله من شخص انطوائي لشخص اجتماعي قادر يتفاعل مع زمايله والناس اللي حواليه. هو كده طبيعته كده، ما بيحبش يتكلم كتير، وده مش معناه ان عنده مشكله محتاجه كتب يعني. بس ده ما عندوش صحاب خالص، يمكن الوحيد اللي قريب منه هو مروان. بمناسبه الكلام عن مروان، ما تعرفيش مين الشاب اللي عند الهام في الفيلا؟ لا للاسف ما عنديش فكره خالص. يعني خالتك ما قالتلكيش؟ طب ما تتصلي حضرتك بمدام الهام وتساليها. يا شيخ وانا بقى مستنياكي لما تقولي لي؟ ما كنتش اعرف اعمل كده من نفسي يعني. لا انا ما اقصدش والله، انا كل اللي اقصده ان حضرتك. انا مش عايزاكي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انا عايزاكي تتصلي فايزه دلوقتي قدامي وتساليها حالا. طيب انا يبقى كده من حقي ان افكر حضرتك ان ده بره اختصاص شغلي، انا هنا عشان تميم مش عشان اي حاجه تانية. سيمو حبيب قلبي. ايه ده؟ ازيك يا ليلى؟ يلا طيب. عشان نرسم. طيب انت تطلع تاخد شاور ونشوف ايه الواجب اللي عندك، وبعدين بقى نرسم اللي انت عايزه. يلا بينا. يلا اهدى شويه يا الهام، يمكن يكون وراه حاجه بيخلصها. اهدى ازاي يا راجل؟ اهدى ازاي وهو خارج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي؟ يمكن يكون متعود يقضي يومه بره، احنا لسه ما تعودناش عليه وما نعرفش طباعه. يوم يقفل تليفونه طول النهار؟ يمكن فاصل شحن يا حبيبتي. لا انا قلبي مش مطمن، انا هكلم كمال وهو اللي هيطمني. لا بلاش تزعجي كمال بالليل، استنى شويه يمكن يرجع. لا انا مش هقدر استحمل. مامي ما تكلميش حد عشان هو مش هيرجع تاني. يعني ايه؟ عرفتي منين ان هو مش راجع تاني؟ لانه مش علي، ولما واجهته حاسس ان هو هيكشف خاف وهرب. طب والسلسلة والتفاصيل اللي هو حكى لي عليها؟ واجهتي مرتين وايه؟ اقبلي بقى يا مامي بالامر الواقع، ده واحد زيه زي كل النصابين اللي عدوا علينا وكانوا عايزين يصوبوا علينا. ليه كده؟ ليه بتعملي فيا كده؟ ليه حرام عليك كده؟ انا ما صدقت اللي لقيته. ليه كده حبيبتي؟ اهدى حبيبي. انا متاكده انه علي. حبيبتي راجي، انا متاكده انه علي. اهدى حبيبي. ليه بتعمل فيا كده؟ هي اللي بتعمل فيا كده. اهدى بس. ليه بتعمل فيا كده؟ اهدى حبيبتي. انا متاكده انه علي يا راجي، انا متاكده انه علي، انا متاكده انه علي. ايوه دكتور نبيل، ازيك؟ بعد اذنك محتاجك تيجي ضروري. اي حبيبتي. ايوه عامله برانش في النادي يوم الثلاثاء ان شاء الله، عايزاكي تبقي موجوده طبعا. كلهم جايين، مها وسلمى وهاله، كله كله كله. اوعي تتاخري. ببوسك يا رب. باي باي. هاي مامي. هاي يا قلب مامي. عرفتي ان طنط الهام وانكل راجي لقوا ولد بيقول ان هو علي ابنهم؟ ايه؟ انت عرفتي الخبر ده منين؟ مروان اللي حكالي، بس شكله واحد نصاب، وطنط الهام يا حرام مصدقه. تعالى يا هيشو تعالى. شفت الهام صاحبتي وعشره عمري، تخبي عليا انا ان هم لقوا علي؟ بس ايه؟ الخبر لف لف وجالي لحد عندي. ايوه يا نانسي، بس هم مش متاكدين لحد دلوقتي ان هو. ايه ده؟ انتوا كلكوا عارفين وفي الاخر انا اللي هطلع حماره؟ طب والله لما اشوف الهام لاكون مبهدلاها. اوعي تعملي كده، من فضلك سيبي الهام في حاله خالص دلوقتي. راجل لسه قافل معايا التليفون بيقول لي جالها انهيار عصبي والدكتور عندها. يا حبيبتي ليه؟ ايه اللي حصل لها؟ ما اعرفش. انا اديتها مهدئ واكتب لها على دواء تاني تنتظم عليه لحد ما تتحسن شويه. كل اللي بيحصل ده بسببك، طلعنا من دماغك بقى، كفايه اللي بيحصل من تحت راسك. راجل حاسب على كلامك يا اخي. حاسب انت على البني ادمين اللي بتاذيهم؟ يا جماعه اهدوا شويه من فضلكم، مش عايزين نزود التوتر اللي هي فيه. الهام اعصابها تعبانه،
ظاهر كده ان كل اللي في البيت ده محتاجين جروب ثيرابي. وانا اولكم. انا مش هحاسبك على الكلام اللي قلته دلوقتي، لاني مقدر الحاله والظرف اللي احنا فيه ده. مصدق ان احنا خلصنا من الكابوس ده. انا بصراحه بقى مدام الهام صعبانه علي، هي مش حمل اللي حصل ده، ده احنا ملصمينها بالعافيه. الست ما خرجتش من اوضتها بقالها اسبوع. الدكتور قال ترتاح على قد ما تقدر، مفيش داعي للاستعجال يعني. انا حاسه ان انا السبب في اللي حصل لها ده. اللي انت عملتيه ده احلى حاجه عملتيها في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الحمد لله على السلامه. مين المزه دي؟ صباح الخير يا حبيبتي. رايحة الشغل النهاردة صح؟ اه ان شاء الله. حاسة اني بقيت كويسة وزهقت من قعدة البيت. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فايزة. صباح النور. الهام صحيت؟ اه بيفطر. اتفضل حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا تمام. تعال اقعد افطر معانا. شكرا يا الهام، بالهنا والشفاء. ايه ده؟ هي نتيجة التحليل طلعت؟ ايوه، كلمت فريد الصبح عشان يبلغهم ان انا هستلمها. تحليل الدي ان ايه اثبت ان الشاب اللي كان هنا